مش هنفرح بيك بقى يا ابني. يا ابني نفسي اشوف عيالك قبل ما اموت. على فكره يا حاج انا نفسي اشوف عيالي اكتر منك. عليا الطلاق من امهم اللي انا لسه ما شفتهاش دي، نفسي اشوفهم اكتر منك. بس الموضوع بقى اصعب من وصلنا لكاس العالم يا حاج. خليك اتفق معاك ان انا بحب امهم اللي انا ما شفتهاش دي كده. ده مش مبرر ان انا ممكن اجيب شقه المتر فيها ب 10000 جنيه والشقه دي تكون في اماكن نائيه ومساحه الشقه 200 متر. لا بقى، والاسطوره العالميه اللي بتقول لك لازم اسويها بشبك بنت خالد بنت عمه امها، انا نفسي اسويها بشبك بنت عمه خالد اللي جابتها دي. انا كده هتساوى بالارض، انا كده هتسفلت. بس في حاجه ممكن تخليني اسويها بيها، ممكن ابيع عضو او عضوين او ممكن ثلاثه. بس انت ممكن تجي معايا عضو من اعضائك. على فكره لو بعنا حاجه ده مش كويس بعد الجواز. عارف ايه اكتر حاجه بسطاني في موضوع ارتفاع الاسعار ده؟ لو فكرت اتجوز يعني. انا مش هجيبنيش. نورت. منورك يا عم. اتفضل. يزيد فضلك يا عم. شرفتنا. وشرفك يا عم. ايه؟ وبنورك يا عم. عملت ايه يا ابني؟ عمي انا بصراحه على بلاطه، انا اتكلمت على المنور بتاعنا وقررت اجيب فيه حبه لومض وادخل فيه ميه وسباكه وكهرباء، وان شاء الله هيجهز على الاسبوع اللي جاي. جميل يا ابني جميل. وكمان بقى ايه، هجيب كرسيين كده صغيرين محندقين الهلال والنجمه اللي هم الحمر دول، وهجيب بقى ايه كنبه كده تكون محندقه شويه اللي هي متر في 40 سنتي، وهجيب بقى ايه كمان الحصر الكبير في كل حته اللي هي الحصر المغربي دي يا عم، اللي هي الريه بتاعها اللي هو احمر فخضر بتاع زمان دي يا عم عارفها. بجيب بقى ايه كام مخده كده، وان شاء الله اول ما اقبض هجيب لهم كياس. انت يا ابني شاب مجتهد والله، شاب مجتهد. ده انت احسن من عيال الخايبين دول. الحمد لله يا عمي، يعني انا ابويا رباني. لا فندم. لا مش قصدي حاجه يا عمي، انا قصدي يعني ابويا علمني ان انا اكون مكافح ومجتهد. واحنا من ناحيتنا عبير جاهزه من كل حاجه، من اول ابره الخياطه لحد ابره التريكو. والله يا عمي احرجتني، يعني انتوا مكلفين نفسكم يا ابني. ده دورنا في الحياه ان احنا نجوزكم ونستر عليكم ونسطركم. الحلال ما فيش احسن منه. عمي بس يعني مش عايز اتعب حضرتك، ممكن تنده عبير والدتها عشان نلبس الشبكه بقى ونزغرط ونفتح بيبس؟ انت كمان جايب ذهب؟ لا لا ده شيء كتير يا ابني. بص يا عمي، هو انا ايه حاولت اجيب حاجه تليق بمقام عبوره. انا جبت لها الدبوس ده. الدبوس ده يا عمي 12 ملي جرام ذهب صافي عيار 21 علشان تشبك بيه الطرحه بتاعتها يوم الخطوبه ان شاء الله. بركه علينا الجوازه دي يا عمي. على فكره انا كنت هجيب 15 ملي جرام بس خفت على رقبتها لحسن تتلبح ولا حاجه. الف مبروك يا عصام يا انكل. عصام مين؟ الله يبارك فيك يا عمي وعقبال اخواتها. ادعي لضحى اختها يا ابني، ادعي لها. ربنا يعينها خير. خطيبها بقاله 3 سنين عمال يسد في القرض بتاع التربه اللي هيتجوزوا فيها دي. منها ولا هي نعود يا عمي. تعسى. شربات يا عمي.